السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات، تحية طيبة لكم. يوم الأربعاء 15 من شهر مارس آذار 2023، جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا أوروبا وأخبار عالمية. نبدأ أصدقائي بالخبر الأول. يعم حزن وصدمة كبيرة في ألمانيا لأنه الطفلتين القاصرتين 12 سنة و13 سنة هما من قامتا بقتل الطفلة لويز، وحسب القانون الألماني فإن القاتلتين لن تتم متابعتهم أو سجنهم لأنهم أقل من 14 سنة. الطفلة لويز 12 سنة وجدت مقتولة بغابة بمنطقة فرويدنبرغ الواقعة بمقاطعة إينيرفي شمال الراين فيستفالن. بعد بحث وتحريات من الشرطة الألمانية تم التوصل إلى أنه من قتلها هما أيضا طفلتين قاصرتين، واحدة عندها 12 سنة والأخرى عندها 13 سنة. الأسباب كما قالت النيابة العامة والشرطة الألمانية أسباب طفولية جدا، على الأغلب مشاكل بين الأطفال والقاصرين والمراهقين والرغبة بالانتقام. ما زاد الصدمة أن القاتلتين لن يتعرضا إلى أي متابعة قانونية. القانون الألماني يعتبر أقل من 14 سنة لا يتحمل ذاك الجرم الذي ارتكبه وقام به. قام حاليا اليوغند أمت بسحب الطفلتين 12 سنة و13 سنة وأخذهم إلى مركز رعاية القصر. رئيس حكومة مقاطعة شمال الراين فيستفالن إينيرفي أعرب عن حزنه وأسفه لما وقع، وقال السيد فيوست أنه مصدوم من الجرائم والمشاكل التي يرتكبها القاصرون والأطفال، وارتفعت في الفترة الأخيرة، وهو يفكر بتعديل القانون كي يسمح القانون بمتابعة القاصرين أقل من 14 سنة ومحاسبتهم أيضا قانونيا. بالمقابل وزير العدل السيد بوشمان قال أنه لا يرى داعي لتغيير القانون. السؤال الآن الذي تتساءله أيضا الصحافة والسياسيين، ماذا يمكن أن نعمل في مثل هذه القضايا كي يتوقف أيضا الجرم والإجرام الذي يقوم به بعض القاصرين؟ والآن لنذهب أيضا أصدقائي إلى إحصائية مهمة ولنرى كيف الوضع في باقي الدول الأوروبية والعالمية. مثلا إذا ارتكب قاصر جرما في بريطانيا فإن بريطانيا تحاكم المذنب بداية من سن 10 سنوات، هولندا بداية من 12 سنة، ألمانيا بداية من 14 سنة، أمريكا بين 6 سنوات إلى 12 سنة، والبرتغال بداية من 16 سنة. ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر. وزير النقل السيد فيزين وهو من حزب FDP الليبرالي يرفض مخططا للاتحاد الأوروبي بإجبارية إعادة فحص السياقة للمسنين كي يتم التأكد من أنهم ما زالوا قادرين على السياقة وأنهم لا يشكلون خطرا على المرور. وزير النقل الألماني قال أنه يرفض هذه الخطة ولن يقبل بها لأنه لا توجد مؤشرات تقول بأن الشخص الذي وصل إلى سن معين يشكل خطرا على المرور أو يشكل خطرا إذا ساق سيارة. وقال المسنون يسوقون بشكل حذر وبشكل جيد، لكنه منفتح على إمكانية ربط التأكد من سلامة سائق السيارة إذا مثلا تعلق الأمر بمرض يمكن أن يؤثر على كفاءة السائق. تعاني مناطق متعددة في ألمانيا من الجفاف ومن قلة التساقطات المطرية التي تؤثر على الفرشة المائية والزراعية في ألمانيا. مثلا مقاطعة براندنبورغ شرق ألمانيا فيها نقص كبير وحاد بالأمطار وارتفاع كبير بدرجة الحرارة خصوصا بفصل الصيف، لكن بالمقابل هناك مناطق متعددة خصوصا جنوب ألمانيا، مقاطعة بايرن تتساقط فيها أمطار كثيفة وأيضا
ثلوج كثيفة. لذلك ترغب الآن وزيرة البيئة عمل قنوات لنقل الماء من جنوب ألمانيا إلى المقاطعات التي تعاني من الجفاف كشرق ألمانيا. وقالت حاليا لا توجد مؤشرات تدعنا نقلق بخصوص الماء في ألمانيا بسبب أن الجنوب الألماني يعرف تساقطات مطرية مهمة تغطي حاجة ألمانيا للماء. وبخصوص تعرض بعض المناطق أو أن بعض المناطق في ألمانيا مهددة بالفيضانات كما حصل بمقاطعة شمال الراين فيستفالن وغايلاند فالس قبل سنتين، طلبت وزيرة البيئة من المقاطعات ومن البلديات الألمانية عمل خرائط توضح المناطق المعرضة إلى الفيضانات وعمل خطط حماية كي لا تتكرر كارثة الفيضانات، وكي تعرف كيف يتم التعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار التي تتساقط في وقت قصير ويمكن الاستفادة من تلك الأمطار. كشفت جريدة تاغس شاو أصدقائي الألمانية، وهي أكبر قناة إخبارية في ألمانيا، مقالة مطولة عن ظاهرة الجفاف ونقص الأمطار التي يعرفها عراقنا الحبيب. تحية إلى كل المتابعين والأصدقاء من العراق، وتحية إلى كل المتابعين والأصدقاء من جميع الدول، فكلنا واحد. وعنونت جريدة تاغس شاو مقالة بعنوان تراث عالمي يعرف الجفاف. تكلمت الصحافة الألمانية وعملت برنامجا وثائقيا عن المكان التراثي العالمي، كنز من كنوز الأرض، هو المكان الذي يلتقي فيه نهر دجلة ونهر الفرات، وكيف أصبح مصيره الآن بسبب قلة منسوب المياه، حيث جف جزء كبير منه، نقصت الفرشة المائية فيه، نقص عدد الحيوانات التي تعيش هناك، نقص عدد النبات والأشجار بالمنطقة، نقص عدد الأسماك بالمنطقة، وأصبح المكان أيضا يعني جافا ويشكل خطرا على حياة الناس الذين يعيشون بتلك المنطقة التراثية والتاريخية العالمية، وأيضا بالنسبة للحيوانات أيضا هناك، لأن تلك المنطقة كانت معروفة بجميع أنواع الحيوانات أصدقائي. وتكلموا أيضا مع مجموعة من الناس سكان المنطقة، وقالوا بأن منطقة التقاء نهر دجلة والفرات كانت تعرف وتوصف بمدينة البندقية للشرق، لكن للأسف الآن يدق ناقوس الخطر في المنطقة، لأنها أيضا منطقة هي تراث عالمي وكنز عالمي يجب حمايته. ومن الأسباب التي أدت إلى جفاف المنطقة هي قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وأيضا قيام تركيا بمنع مرور نسبة كبيرة من الماء بسبب بنائها لسدود كبيرة، كما قال السيد بشار للتلفزيون الألماني. وزاد وقال بشار: نحن الشباب قلقين جدا، إذا جفت المنطقة فإن حضارتنا سوف تموت أيضا، نتمنى السلامة إن شاء الله. ننتقل أصدقائي الآن إلى موضوع مهم جدا، يحذر الخبراء والمراقبين من ارتفاع ظاهرة إدمان استعمال الهواتف وألعاب الفيديو، وأيضا إدمان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال والقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات إلى 17 سنة. يعني نتكلم هنا على الأطفال، ونتكلم هنا على الشباب أقل من 18 سنة. عدد كبير منهم أصبح للأسف مدمنا على استعمال الهاتف والمواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الكمبيوتر، والآن دق ناقوس الخطر، لأنه هذا يسمى إدمان، والإدمان هو مرض خطير، ومن أصبح مدمنا على الهاتف واستعمال الهاتف فهو يشبه أيضا شخص مدمن على المخدرات أو مدمن على شرب مثلا الخمر إلى آخره. فالإدمان عواقبه كبيرة على الصحة، صحة الإنسان وعلى عقل الإنسان. المهم، ارتفع عدد الأطفال
والشباب القاصر الذين يدمنون على ألعاب الفيديو، ووصل عدد المدمنين، لاحظوا معي المقارنة، سنة 2019 كان هناك 2.7% من أقل من 17 سنة مدمنين على ألعاب الفيديو، سنة 2022 وصل إلى 6.3%. الآن نتكلم على المدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مدمن طول اليوم وهو أمام التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والسناب شات والإنستغرام. 2019 كان 3.2%، 2022 وصل إلى 6.7%. قالوا بأن زيادة الإدمان زادت بقوة بسبب وباء كورونا، لأنه منع على الناس الخروج والتواصل والذهاب إلى المدارس. هذا الإدمان كما يقول الخبراء يدمر عقول الأطفال والشباب ويجعلهم لا ينمون بشكل طبيعي، ويعزلهم عن العالم، ويؤثر على علاقاتهم مع أهاليهم، ويسبب لهم مشاكل بالمدرسة، ويجعلهم يعيشون دون أصدقاء. لذلك يقولون ألعاب الفيديو عادي يلعبها الطفل، عادي يلعبها القاصر، متابعة مواقع التواصل الاجتماعي عادي، لكن كل شيء بقياسه، وإذا زاد الأمر عن حده أصبح إدمان. لذلك كل شيء الواحد يعمل فقط بقدر معين ولا يصبح شيئا مدمنا. الآن ننتقل أيضا إلى موضوع آخر، تتكلم عنه الصحافة الألمانية. باريس مدينة الأنوار، مدينة الرومانسية ومعشوقة السياح، تغرق في ظاهرة انتشار الأزبال بشكل فظيع. كشفت الصحافة الألمانية وقالت باريس تغرق بالأزبال. السبب هو الإضراب عن العمل الذي يقوم به عمال النظافة في فرنسا، المطالبين بحقوقهم ورفع مرتباتهم وإنصافهم، والرافضين لقانون رفع سن التقاعد في فرنسا من 62 سنة إلى 64 سنة. فلذلك قام عمال النظافة في باريس بالتوقف عن العمل، مطالبين من الحكومة الفرنسية إلغاء قانون رفع سن التقاعد. فقالوا هم لم يولدوا فقط ليعملوا، وبعد ذلك يخرجون إلى التقاعد بسن مبكر. يرغبون أيضا أن يكون سن التقاعد سن معقول يخرج فيه الإنسان، وأيضا وهو بصحة جيدة كي يزيد ويعيش حياته. الحكومة الفرنسية تقول بأن صندوق التقاعد يعاني من الفراغ ومن أزمة كبيرة، لذلك بسبب عدم وجود الولادات بشكل كبير، لسبب عدم وجود الشباب بشكل كبير، وبسبب أنه عدد كبير من الناس سوف يخرجون إلى التقاعد. لذلك قالوا صندوق التقاعد لن يستطيع تحمل المصاريف، والحل هو رفع سن التقاعد. المهم عملوا الآن إضراب، وغرقت الآن باريس بالزبالة. يقولون يوجد حاليا 5600 طن من الأزبال والقمامة بالشارع، وكل يوم يزيد عدد الأزبال. السياح لم يعودوا ولم يستطيعوا لم تعد الآن باستطاعتهم التقاء صور أمام البنايات التاريخية والأثرية وبرج إيفل، بل السياح الآن في كل مكان يجدون أبراجا من الأوساخ وأبراجا من الزبالة. الحكومة الفرنسية متشبتة وتقول لا بديل عن رفع سن التقاعد، وارجعوا إلى عملكم. وعدد كبير من موظفي التنظيف يقولون رجعوا سن التقاعد لما كان عليه أو لن نرجع إلى العمل. الآن أصدقائي ننتقل أيضا إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية. لاحظوا معي هذه الصورة التي نشرتها الصحافة الألمانية ويتكلمون عليها. أخذت الصورة للسيدة ميركل وهي في طائرة اقتصادية متجهة إلى جزر الكناري لقضاء إجازة مع زوجها، فرغم أن السيدة ميركل مستشارة ألمانيا السابقة لمدة 16 سنة، راتبها التقاعدي يتجاوز 15,000 يورو شهريا، إلا أنها وزوجها البروفيسور الجامعي السابق يعيشون عيشة متواضعة،
أصدقائي يعيشون في شقة عادية في برلين، ويسافرون أيضا بطائرة اقتصادية، ويذهبون إلى فندق عادي مثل باقي أغلبية المجتمع، وأيضا بالصورة تجلس وسط الناس، ابتسامتها الطيبة لا تفارقها. لاحظوا هنا أيضا أصدقائي عند دخولها مع زوجها إلى الفندق كيف مبسوطة وفرحة لأنها وصلت إلى الفندق. السيدة ميركل ما زالت رغم ذلك تحصل على حماية أمنية ترافقها بكل مكان حتى بالإجازة، لأنها مستشارة ألمانيا السابقة. أصدقائي نتمنى لها إجازة طيبة بجزر الكناري. البنك المركزي الأوروبي حائر، لا يعرف كيف يوقف الغلاء والتضخم، وليس عنده حل سوى التفكير برفع سعر الفائدة مجددا. فرغم إفلاس بنكين أمريكيين بسبب رفع سعر الفائدة في أمريكا، والتي أثرت على بعض البنوك بشكل كبير، لأن البنكين اللذان أفلسان في أمريكا قالوا بأن سبب إفلاسهم هو رفع سعر الفائدة في أمريكا، لأنهم قبل رفع سعر الفائدة كانوا يشترون بعض السندات التابعة للحكومة الأمريكية وكانت رخيصة، وعندما رفع سعر الفائدة أصبحت مرتفعة عليهم وخسرت كل السندات التي كان يتاجر فيها البنك، لذلك أفلس البنك. المهم أصدقائي، ما زالت الحكومات العالمية لا تعرف ما هو الحل لوقف الغلاء، ما هو الحل لوقف التضخم، ما هو الحل للتعامل مع الأزمة المالية الحالية. لذلك أصدقائي يوم الخميس سوف يكون اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي هو الذي يسير عملة اليورو داخل الاتحاد الأوروبي، ويرغبون الآن ويفكرون مجددا ولمرة أخرى رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%. هذا يعني أنه سوف تزداد الفائدة البنكية على الناس الذين يأخذون قروض. حاليا وصلت الفائدة البنكية تقريبا 3% إلى 4%، لو رفعت مجددا يوم الخميس ستصل إلى 5%. هذا يعني أنه مثلا شخص هنا في ألمانيا، الألمان يحبون مثلا شراء البيوت عن طريق البنك. سأعطيكم مثالا، مثلا ألماني عائلة في ألمانيا اشترت بيتا عن طريق البنك قبل سنتين، كان الشخص يدفع فقط 1% كفائدة بنكية، الآن وبسبب هذه القرارات سيصبح الفائدة البنكية هي 5%. يعني عدد كبير من الناس لن يستطيعوا مثلا شراء بيوت. أيضا الشركات الألمانية التي كانت تأخذ قروضا من البنك كي تزيد الاستثمار، الآن ستزيد عليها الفائدة البنكية ولن تستطيع أخذ مثلا قروض بنكية، يعني القرض البنكي سوف يصبح غير جد بشكل كبير في ألمانيا وفي أوروبا. لكن لماذا إذن يعملون هذه الخطوة؟ يعملون هذه الخطوة كي يقوم الأغنياء الألمان أو الأغنياء الأوروبيين بوضع أموالهم في البنوك، لأنهم سيحصلون على تلك الأموال على فوائد كبيرة، وهكذا يرغبون بأن الأغنياء لا يسحبون أموالهم من البنوك الألمانية ولا يسحبون أموالهم من البنوك الأوروبية ومثلا يضعونها في أمريكا وتستفيد مثلا أمريكا، أو يضعونها في اليابان وتستفيد اليابان، أو يضعونها في الصين وتستفيد الصين. لا، رفعوا لهم سعر الفائدة كي أن الأغنياء يعني يخلوا فلوسهم في البنوك في أوروبا، وهكذا تصبح أوروبا جذابة للاستثمار. وأيضا عندما مثلا مستثمر يعيش مثلا بالشرق الأوسط أو شمال إفريقيا أو في إفريقيا أو آسيا أو أمريكا، يسمع أوروبا تعطي 5% فوائد 4% فوائد، فعدد كبير من المستثمرين يرغبون هكذا يجلبون المال إلى البنوك الأوروبية كي يرجع وينتعش الاقتصاد وتخف الفائدة. هذا فقط تحليل اقتصادي لماذا دائما يفكرون الآن برفع سعر الفائدة كي تصبح البنوك والأسواق في أوروبا جذابة وكي لا تهرب رؤوس الأموال من هنا. كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.